بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو رقم 13 من سلسله السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس. حتى الان في السلسله اتكلمنا عن ازاي تجيب سؤال بحثي، انواع الريفيو، اتكلمنا عن ازاي تبحث عن الدراسات ذات نفسها، وازاي تعمل الفلترنج للدراسات، واتكلمنا عن الداتا اكستراكشن زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات بالتفصيل الداتا اكستراكشن بتتم ازاي، واتكلمنا حتى عن تسجيل البروتوكول. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن خطوه بتتم بعد الداتا اكستراكشن او اثناء الداتا اكستراكشن، بيسموها الكواليتي اسيسمنت او الريسك اوف بايس اسيسمنت. يعني ايه الخطوه دي؟ الخطوه دي بسيطه خالص ولكن بتكون مكلكعه بالنسبه للناس، وناس كتيره جدا بتتوقف فيها وبيتحس ان هو الموضوع كومبلكس ومعقد وصعب جدا، ولكن هو الموضوع بسيط خالص، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نعمله في الفيديو ده. طيب الكواليتي اسيسمنت دي معناها ان احنا كواليتي اسيسمنت يعني بنقيم جوده الابحاث اللي احنا عملنا لها انكلوجن في الشغل بتاعنا. على سبيل المثال لو احنا بحثنا عن دراسات وفي الاخر وصل معانا العدد ل10 دراسات، فده معناه ان احنا عايزين نقيم جودة العشر دراسات دي. طيب ايه الهدف اصلا من تقييم جودة العشر دراسات؟ الهدف انك بتقول للمجتمع العلمي ان احنا بنشوف الدراسات اللي احنا عملناها دي جودتها عاملة ازاي بناء على كذا وبناء على كذا وبناء على كذا، وده بيساعدك وانت بتكتب النتائج. على سبيل المثال لو انت اكتشفت بناء على المعايير العالمية ان جودة الشغل بتاعتك ان في 10 دراسات، العشر دراسات دول الجودة بتاعتهم ضعيفة جدا وسيئة جدا وفي بايس او في تحيز عالي في الشغل بتاعهم، وفي الاخر لقيت ان الدواء ده فعال في مثلا انخفاض درجة حرارة زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، فساعتها هل يمكن للمجتمع العلمي الاعتماد بتاع النتيجة بتاعتك دي ان فعلا الدواء ده فعال ويبدأوا ان هم ينزلوه في الصيدليات او ياخدوا بيه خطوة تانية بعد كده؟ فالاجابة هي لا، لان هي جودة الشغل او جودة الدراسات الموجودة في الشغل ضعيفة. طيب فكرة ان مثلا جودة الدراسات الموجودة في الستادي بتاعتك ضعيفة، هل دي حاجة بتعيب الستادي بتاعتك او السيستماتيك ريفيو بتاعك؟ انت مهمتك انك بريفيور يعني بتلخص الدراسات اللي موجودة في الليتريتشر او موجودة في الوسط العلمي. فكرة ان الدراسات دي ضعيفة مش بتاعتك، هل انت في ايدك حاجة تقدر تعملها بحيث ان الدراسات دي تبقى جودتها احسن؟ هل مثلا ان هم عملوا سامبل ل100 شخص وال100 شخص دول ادوهم الدواء مثلا بشكل بايست جدا او بشكل متحيز جدا، يعني مثلا ادوا الشباب المدخنين الدواء ولكن الناس الكبيرة في السن او الشباب الاصحاء ما ادهمش الدواء وبيشوفوا التأثير، فساعتها في بايس هنا، هل انت في ايدك انك تغير البايس ده او في ايدك انك تحسن من البايس ده؟ في الاجابة هي لا، ولكن في ايدك او مهمتك انك تقول ان في هنا فعلا بايس، ودي حاجة او دي مهمتك انت في الريفيو. وبالتالي لما تيجي تشوف الادوات المستخدمة لتقييم الابحاث وقرأت البحث لقيت ان هو في بايس، فانت مهمتك انك تقول بايس، مفيش بايس تقول مهمتك ان هو مفهوش بايس او لو ريسك اوف بايس. طيب الناس بتشوف بقى كلمات يعني مصطلحات كبيره كده في الجزء بتاع الريسك اوف بايس اسيسمنت، ولكن هو بيبقى سيكشن موجود في الميثودز بتقول للمجتمع العلمي يا جماعه انا هستخدم اداه معينه لتقييم الدراسات اللي معايا. طيب الاداه دي اجيبها من فين او هخترعها مثلا؟ الاجابه هي لا، في ويب سايت زي اللي احنا فاتحينه قدامنا ده هتلاقي ان هو مجمع لك كل الادوات اللي انت ممكن تستخدمها ليه الكواليتي اسيسمنت. يعني على سبيل المثال لو انت الستادي ديزاين بتاع الدراسه بتاعتك راندمايز كنترول ترايل يعني الار سي تيز، هتلاقي ان في الكوكرن مثلا الريسك اوف بايس اسيسمنت تول ده اشهر حاجه للار سي تيز. لو انت مثلا اوبزرفيشنال ستاديز هتلاقي في اسيسمنت تول او كواليتي اسيسمنت تول للاوبزرفيشنال ستادي. لو انت الدايجنوستيك تيست اكيوراسي الكوارز 2 ده تول مشهور جدا ل الريسك اوف بايس بتاع او الكواليتي اسيسمنت بتاع الدايجنوستيك تيست. كل واحد من دول ما ينفعش تكون انت مثلا هتعمل دايجنوستيك وهتروح تختار كوكرن ريسك اوف بايس تول، ده كده مش هيشتغلوا مع بعض، لان هو انت في الدايجنوستيك بتشوف فاعليه او اكيوريسي او دقه اداه تشخيصيه، وبالتالي في بعض الاسئله في الكوكرن ريسك اوف بايس تول مش هتلاقي الاجابه بتاعتها في الدراسات دي، وبالتالي مهم جدا انك تختار الاداه الصحيحه لنوع الريفيو بتاعك. ده هعرفه ازاي؟ هو الكام سطر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، يعني على سبيل المثال ادي كوكرن ريسك اوف بايس تول دي معموله للراندمايزد كنترول ترايل،
مثلا ال NOS ده مشهور جدا للنون اوبسرفيشنال ستادي والكوهورت ستادي. عندك مثلا الستروب ده معروف جدا للكيس كنترول والكروس سيكشنال والكوهورت ستاديز. عندك الكوادس 2 دي معروفه للدياجنوستيك تيست اكيوريسي. هتدوس على اي لينك من دول هتلاقي فاتح لك التول بالتفاصيل بتاعتها، هتلاقي ان هو الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. هتلاقي هنا مثلا ده الريسك اوف بايس تول والراندمايز كنترول ترايل والشيت بتاعهم. هتيجي تدخل على مثلا على الكوادس تول لو انت بتشتغل دياجنوستيك تيست اكيوريسي، هتلاقي التول بتاعت الكوادس 2 وهتروح منزلها وتشتغل بيها. طيب حتى لو انت يعني اللينكات دي بتفتح البيبرز الاصليه ذات نفسها، ممكن تكتب بس كوادس 2 تول على جوجل، هتلاقي وورد دوكيمنت بتاعها بشكل ستريت فورورد. ولو حد عنده مشكله في ان هو ينزل اي تول من التولز دي ممكن يتواصل معايا وانا ابعت له يعني التشيك ليست بتاع التول دي. اي تول من دول يعني على سبيل المثال كوكرن تول ممكن نفتحها مع بعض. طيب لو كتبت كوكرن ار او بي تول وكتبت كده هتلاقي ان هو اللي هو ريسك اوف بايس تول هيفتح لنا برضو نفس اللينك اللي هو كان الويب سايت ده فتحه. فلو فتحت هنا هتلاقي مثلا كوكرن ريسك اوف بايس تول ريسورس بيج، هتلاقي هنا مثلا انترودكشن تو ريسك اوف بايس تول، مثلا دي ريفيو ستارتر باك، ريسك اوف بايس اف اي كيوز اللي هو فريكوينتلي اسك كويستشنز، ويبينارز لو انت عايز تتفرج على الار او بي تول دي بتشتغل ازاي. لو فتحنا مثلا الكوليكشن ديت لان هي فايل بسيط 13 بيبر، هتلاقي ان هو مثلا في الريسك اوف فايس تول ده في مجموعه من الدومينز، معروف ان هو 7 دومينز 1 2 3 4 5 6 7. السبعه دومينز دول انت محتاج تفهم، هسيب لكم برده لينك في حد بيشرح الدومينز دول بالتفصيل باللغه العربيه في تقريبا ساعتين، جايب كل الابعاد بتاعه الدومينز دي وازاي يتم استخدامهم. ولكن زي ما قلت هتلاقي ان هي مجموعه من الدومينز، هتقول مثلا في توزيع الدواء الالوكيشن، هتلاقي مثلا في الراندوم سيكونس جنريشن، هل انت تم التوزيع بشكل عشوائي ولا انت عارف ان دول اخدوا الدواء ودول مواصفاتهم كذا ودول ما اخدوش الدواء ودول مواصفاتهم كذا. فالمفترض الصح ان يكون في توزيع بشكل عشوائي للدواء، فهل الدراسه اللي انت معاك دي وزعت الدواء بشكل عشوائي ولا لا؟ لو وزعت الدواء بشكل عشوائي فده معناه ان هي لو ريسك اوف بايس او الجوده بتاعتهم كويسه. انما لو وزعت الدواء بشكل غير عشوائي وعارفين مين اللي اخد الدواء ومين ما اخدش الدواء، فده معناه هاي ريسك اوف بايس، يعني الريسك اوف بايس عالي. فهتلاقي ان هو في الاخر خالص كل ما عليك انك بتجاوب على الاسئله دي وبيطلع لك حاجه مثلا في الريسك اوف بايس تول حاجه بالشكل اللي انت شايفه ده، اللي هو لو الدراسه دي كواليتي بتاعتها كويسه هتلاقي العلامه الخضراء، لو الدراسه دي كواليتي بتاعتها سيئه هتلاقي العلامه الحمراء. طيب لو انت مش عارف تحدد من الدراسه هل هي جوده بتاعتها كويسه ولا وحشه بالنسبه للسؤال ده، ممكن تختار ميبي او نوت كلير اللي هي العلامه بتاعتها صفراء. طيب هل في اي ريستريكشنز ثانيه في الموضوع؟ لا، هو ده كده فكره الريسك اوف بايس. الكواليتي اسسمنت بتقيم الجوده، بتفهم كل دومين عباره عن ايه، وبعدين بتقرأ الدراسة بتاعتك وتشوف هل الجودة بتاعت الدومين ده في الدراسة كويسة ولا لا. نفس الكلام لو دخلت مثلا على الكوادس 2 متقسمة برضو الدومينز، دومين للبيشنت، دومين للاندكس تيست، دومين للستاندرد تيست او التيست اللي انت بتشوف عليه الكيرسي بتاعته، والتيست اللي هو الستاندرد اللي هو المستخدم حاليا. فهي كلها مجرد اسئلة بتسألها لنفسك وانت بتقرأ الدراسة وتقول الدراسة دي كويسة ولا وحشة. وزي ما قلت لك في اول فيديو انه فكره ان الدراسه فيها مثلا هاي ريسك اوف بايس ده يعني ده شيء لا يعيب السيستماتيك ريفيو بتاعك، ولكن يعيب الدراسه اللي انت انكلودد معاها. وده ليه امبليكيشنز زي ما قلت لك، على اساس ان هو لو انت شفت ان الاغلب الدراسات اللي موجوده معاك الريسك اوف بايس فيها عالي، في تحيز شديد، كواليتي بتاعها ضعيف، فده معناه انك وانت بتقول كده بتقول بعد ما بتعمل الشارت ده بتقول ان الريسك اوف بايس عندي عالي، وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اعتمد على او يعني ما اقدرش ان انا اقول ان النتائج بتاعتي حقيقيه 100%. اتمنى الفيديو يكون كده واضح. كل اللينكات اللي انا اتكلمت عنها هتلاقيها في التليجرام بوت، بنحط الحاجات في التليجرام بوت على اساس ان اليوتيوب بيمسحها بعد فتره. هتلاقي اللينك بتاع التليجرام بوت في الديسكربشن. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع الناس. اتمنى يكون الفيديو تم توصيله بشكل بسيط، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.